ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين جراء تفجير إرهابي نفذه انتحاري قرب نادي المحافظة في كفر سوسة بدمشق. التفجيرات الإرهابية التي تنفذها أدوات الغرب وعملاؤها لا تزيد السوريين إلا صمودا وإصرارا على دحر الإرهاب. يا ويلي شو بدنا نسوي؟ ومن شي سنتين ابني شهيد استشهد كما قتلوا لي اياه، وابن سلفي متصاور. يا ويلي يا ويلي، ما بيعرفوا الله هذول، ما بيخافوا من الله، عم يقتلوا بها العالم، عم يقتلوا بها البشر. شو بدن منا؟ شو بدن منا؟ شو عاوزين؟ قد ما هني قدموا ارهاب، نحن راح نقدم شهداء. قد ما هي اخر مرحله لهم استهداف الشعب الفقير. هني لو انه زلم بيواجهوا الجيش والجيش واجههم هون، اشتبك معهم ومنعهم من التقدم، بس هني اندال. لو انه ما ندل ما كان تصرف بهالطريقه مع الشعب الفقير. رغم كل هذه الجرائم الوحشيه، فان بعض الدول الداعمه للتكفيريين تصر على تسميه الارهابيين بالمعتدلين، وهو ما لم يعب بامكان الداعمين اقناع احد به او التغطيه على هذه الجرائم بحق السوريين.